اهلا بكم، هذا برنامجكم 90 دقيقة من قناة المحور وانا معكم محمد البدر. صحيح انه قرارات التي صدرت في وزارة الداخلية لتعيين قيادات جديدة وخروج قيادات اخرى صدرت يوم السبت، وصحيح كمان انه القيادات الجديدة بدأت من اللحظة الاولى لاستلام مهمها، مواصلة جهودها وعملها ضد الإرهاب اللي هو بيمثل المعركة الأساسية والأولى في مصر الآن. وطالما أنه القرار يعني مفروض أنه صدر السبت، خلاص مفروض ما نعلقش عليه يعني، أو مفروض ما نتكلمش عنه. لكن الحقيقة أنا استوقفني في هذا القرار رد الفعل عليه. يعني القرار ببساطة شديدة جدا صدر ب خروج قيادات وتعيين قيادات جديدة. طيب الناس طول الوقت كانت حابة تعرف ليه وازاي وامتى. احنا كنا اشرنا في هذا البرنامج الاسبوع اللي فات بعد حادثة الواحات ان هناك لجنة تحقيق بتقوم بدورها بشكل مكثف في مديرية امن الجيزة. قلنا ده يمكن حضراتكم تفتكروه. كانش عندنا تفاصيل كتير، لكن عندنا كانت عندنا المعلومة انه في لجنة تحقيق. الغريب بالنسبة لي ايه؟ الغريب ان الناس بعد حادثة الوفاة، ناس كتير جدا بعد حادثة الوفاة كانت بتطالب بتحقيقات موسعة، كانت بتطالب بمحاسبة واضحة جدا للمقصرين اذا كان هناك مقصرين، وتطالب ايضا بعقاب من لم يقوموا بدورهم على الوجه الاكمل. كويس جدا. لما صدر قرارات باستبعاد قيادات جرى التحقيق معها وثبت تقصيرها الفني، فالناس بدأت تقول لك ازاي وحصل ليه، ولذلك انت تتلخبط اللي هو طب ايه المطلوب؟ يعني ايه المطلوب؟ ايه المطلوب انه يحصل تحقيقات وحساب وعقاب ولا ما يحصلش؟ بل الناس بدأت تسأل يعني ما وراء الحدث، ايه بقى المبررات ومين ضد مين ومين مع مين، ورد فعل الحكاية ايه، ان هو فكرة احساس المؤامرة واكلة دماغ الناس بشكل ضخم جدا. عايز اقول لحضراتكم على مجموعة من الدلالات لهذه القرارات. احنا قدام رئيس جديد للامن الوطني، عندنا مساعد وزير جديد لأمن الجيزة، للأمن المركزي، في قائد العمليات الخاصة، في حاجات في مفاصل الداخلية اتغيرت. ايه الدلالات للحكاية؟ اول دلالة انه عندما يكون هناك تقصير فني او خطأ يتم الاعتراف به ولا يتم العند، لا يعني تم الاعتراف به، وعندما وقع هذا الخطأ الفني جرت تحقيقات، انت كان بيتهيألك ان ايه المسألة سايبة كده ماشية، ولما حصلت التحقيقات وثبت تقصير عوقب من ثبت تقصيره بشكل واضح جدا. فيبقى فيه هنا نقلة انه هذه دولة بتشتغل بشكل او نظام بيشتغل بشكل كويس فيما يخص الحرب على الارهاب، لان احنا دايما بنتهمهم بالتقصير الحقيقة، وبنتهمهم ان هم مش عاملين الواجب اللي ينبغي عليهم لان هم ما بيقولولناش معلومات. فلا، انت في نقله في المساله، في تحقيقات وفي عقاب، واعلن هذا العقاب، فده اللي يكفيك. بمعنى ايه اللي يكفيك؟ لانه انت مش مطلوب مثلا من الاجهزه في الدوله ان هي تطلعك على النتائج التفصيليه للتحقيقات في هذا الموضوع، مش مطلوب. انا كصحفي لو قدرت اجيب التحقيقات دي تبقى عندي وممكن انشر منها حاجات، ماشي الحال. لكن هو كمسؤول مش هيقول لك والله تعالى حبيبي احنا حققنا مع فلان وفلان وفلان وفلان، والتحقيقات دي استغرقت كام ساعه، والاسئله اللي احنا سالناها لهم كذا، والاجابات كانت كذا، والتحقيقات. مش حاجه كده، مش حاجه بتحصل كده في العالم. لكن في مؤشر ايجابي انه الامور مش ماشيه كده، مؤشر ايجابي انه لا تسير الامور على عواهنها في مصر. ورساله كمان، وده مؤشر اخر مهم، ان اللي جاي يشتغل بيتقال له خلي بالك، ابذل قصارى جهدك
واشتغل باحترافية شديدة جدا، وإذا حدث خطأ هذا الخطأ خارج عن إرادتك خلاص. لكن لما يحصل خطأ فني وكان يمكن أن تتفاداه، لا تتعاقب. وهنا دي الفلسفة الجديدة اللي احنا نمسك فيها، يعني مش بنقول بنطالب بيها، احنا بنطالب بيها من زمان، لكن دي الفلسفة الجديدة اللي احنا نمسك بيها، نمسك فيها في البلد ونطالب بيها الأجهزة أن تصر عليها. يا جماعة لازم يبقى فيه سياسة ثواب وعقاب. لما تحصل أخطاء الناس تعترف بأن في أخطاء ثم تحقق ثم تعاقب. غير كافي حتى كمان أن أنا أعترف بأخطاء. اللي أنا عايز أقول لحضراتكم أنه هذه المجموعة الجديدة من القيادات بدأت تشتغل من اللحظة الأولى اللي استلمت فيها عملها، وهناك يعني الآن ما يطلق عليه في وزارة الداخلية باجتماعات الحرب، يعني الاجتماعات التي تعقد الآن في وزارة الداخلية ما بمن أول الوزير ومساعديه مدير الأمن ومساعديهم كل القيادات، هذه الاجتماعات يطلقون عليها اجتماعات حرب، اجتماعات حرب لأنه هم في حرب فعليه.